النفوس. أيها الأب الوديع لقل له من بالتواضع نلت مجد السماء. أيا مغيث المحتاج والسقما فاضرع للمسيح مخلص العالم الجريح أن يمنحنا السكن في وتجرد من ذاته متخذا صورة عبد فوضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. كانت غاية يسوع له المجد تقدمت حياته تقدمة
ذبائحية ولهذه تقدم ناحيتان متحدتان معا. الأولى تقدمت ذاته للموت فيقضي على نمط الحياة التي عاشها منذ بيت لحم حتى الجلجلة والتي لن يعود إليها، والثانية تقدمت ذاته للحياة فيدخل إنسانيته ومعها جميع البشر في الاشتراك في المجد الإلهي، والذي هو نمط حياة جديد كلياً وسر عظيم، سر الموت والحياة. فيا رب، يا من وضعت في قبر المجد له. نيبان أيها المسيح بألمك نجونا من الألم، وبقيامتك خلصنا من الفساد. فيا رب المجد لك، لتبتهج البرايا وتفرح السماوات، ولتصفق الهمم بالأيدي بقبول، لأن المسيح مخلصنا قد سمر بصليبه خطايانا، وإذ أمات الموت وهب لنا الحياة، وأنقذ آدم الساقط وكل ذريته، بما أنه محب للبشر. يا ربي نفسي لكي أشكر اسمك أيها الرب القدوس. تقبل صلواتنا المساء، خطايا لي
أنت وحدك الذي أظهر القيامة في العالم. في قبر مضعت يا يسوع الحياة، فتحير الجنود الملائكة الذين مجدوا تنازلك. إن الأب شكلا من جميع البشر والمجمل الطبيعة كلها، يرى مضجعا ميتا فاقد الشك. إياك نعظم يا يسوع الملك، ونكرم خلصتنا بها من الفساد. في قبر وضعت يا يسوع الحياة، وبموتك الرهيب نشيت الموت وأنبعت للملك الحياة. القيامة هي جانب ملموس لمجد الصليب، ففي الصليب قوة المحبة الباذلة التي يبدو في بذلها غياب أو تغيب. أما في القيامة فتظهر المحبة الحاضرة التي تمنح قابليها فرصة التعبير عن فرحهم وتقديرهم وامتنانهم. غاب حضور السيد المسيح له المجد عن أرض الأحياء حسب الجسد وعن تلاميذه القديسين، ولكنه غيابا في الجسد ومحييا في الروح ذهب فكرز للأرواح، وفرح به آدم وبنوه الذين رقدوا على رجاء الخلاص، الفردوس النعيم الأزلي. أما الكنيسة في أورشليم الأرضية فقد أشرقت عليها أنوار القيامة بعد 3 أيام، إذ قام الرب من بين الأموات وصار باكورة الراقدين، ورافقت قيامته مظاهر تهتف للحياة جاءت من العالم الآخر لتعلن أن شمس البر قد أشرقت عليهم بنور خلاصه العجيب. المسيح قام، حقا قام، ونحن شاهدون على ذلك. نبقى غذي غضبا اليوم يوم القيامة، فلنتلل أيها الشعوب، لأن الفصح هو فصح الرب، وذلك لأن المسيح إلهنا قد أجازنا من الموت إلى الحياة ومن الأرض إلى السماء. نحن المنشدين ناشد النصر والظفر، هلموا بنا
نشرب مشروبا جديدا ليس مستخرجا بآيات باهرة من صخرة صماء، لكنه ينبوع عدم الفساد بفيضان المسيح من القبر الذي به نتشدد، ليقف معنا على المحرس الإلهي حبقوق المتفوه بالإلهيات، وليرينا الملاك المتشح الضياء قائلا جهارا: اليوم خلاص للعالم لأن المسيح قد قام، بما أنه على كل شيء قدير. لنبتكر أن مندلجين دلجة عميقة، وأن نقرب أن للسيد التسبيح النقيع وضى الطيب الزكي، وأن نعين المسيح الذي هو شمس العدل مطلعاً الحياة للكل. أيها المسيح لقد نزلت إلى سافل دركة الأرض، فسحقت الأمخال الدارية المثبتة الضابطة المعتقل، وفي اليوم الثالث قمت ناهضاً من القبر كما برز يونان من الحوت. إن الذي أنقذ الفتية من الأتون لما صار إنسانا تألم كما إيه وبألامه، سربل الميت جمال عدم الفساد عاني به إلها بين المباركة والممجدة وحدها. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال، ومنحنا الحياة الأبدية والرحمة العظمى. يقوم الله ويتبتى جميع عدائهم ويهرم بغيظه من أمام وجهه. إن فصحنا المسيح المنقذ قد اتضح لنا اليوم فصحا شريفا، فصحا جديدا مقدسا، فصحا سريا، فصحا جليلا الوقار، فصحا مليئا من العين، فصحا عظيما، فصحا للمؤمنين، فصحا فاتحا لنا أبواب الفردوس، فصحا مقدسا جميع كما يذوب الشمع من أمام وجه النار. هلم من المنظر أيتها النسوة البشيرة وخطيبنا سيونا طائلات، اقبلي منا
إن بشائر الفرح بقيامة المسيح. يا أورشليم اطربي بحضور وتهللي بسرور لمشاهدتك المسيح ملكك نهيضا من القبر كختان. كذلك تلك الخطاة من أمام وجه الله والصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بسرور. إن النسوة الحاملات الطيب لما انتصرن في دلجة عميقة بإزاء ضريح المعطي الحياة صادفنا ملاكا جالسا على الحجر فطفق يخاطبهن قائلا لهن هكذا: ما بالكن تطلبن الحي مع الموتى؟ لماذا تندبن في البلا المنزهة عن البلا؟ اذهبنا وبشرنا تلاميذا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به. إن فصحنا الذي هو فصح الرب قد أشرق لنا فصحا مطربا، فصحا جليل الاعتبار، فصحا نصافح فيه بعضنا بعضا بفرح. فيا له من فصح منقذ من الحزن، وذلك لأن المسيح قد بزغ اليوم من القبر كالبازغ من الخير، وأوعب النسوة فرحا بقوله: بشرنا الرسل بذلك. Oh.
طبعا نحن كجوقة كنيسة القديس نيقلاوس بالصريح بنشكر رعاية الزرقاء، رعاية كنيسة القديس جوارجيوس وبركة القديس جوارجيوس يا رب دائما تكون معكم معنا نحن كجوقة كمان. بنفتخر جدا انه احنا موجودين بين اقاربنا واهلنا في الزرقاء، وبنشكر شكر خاص لقدس الارشمندرية اثناسيوس قاقيش لدعوته لهي الجوقة، الجوقة اللي عمالها بتعمل وبتجاهد تصدر منا بعض الأخطاء لأنه نحن كلياتنا بنتعلم. فنشكركم على هاي الدعوة وكل الاحترام والتقدير لكم قدس أبونا، وشكرا لكم يعطيكم العافية. الشباب بمجهود القائمين على تدريب هدول الشباب، المرتل الأول قصي فخوري، أصبحوا يرفعوا قلوبنا إلى العلاء إلى تسبيح ربنا حتى نشوف كنا مجد الأرثوذكسية، وحتى هاي الصلوات تحفر في قلبنا حتى بأسبوع الألام نعيش الروحانية الأرثوذكسية الحقيقية حتى نصل إلى القيامة، إلى قيامة ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح بالجسد، ولكن لا أن نحتفل فيه كاحتفال تاريخي قبل 2000 سنة، ولكن أن تقوم قلبنا الميت في الخطايا ويتحد بيسوع المسيح. عشان هيك كنيستنا الأرثوذكسية أيها الأحبة تلام أمرات، ليش مش كل الكنيسة بتصلي مع بعض؟ لا، الكنيسة الأرثوذكسية حطت الترتيل في جوقة الترتيل حتى يساعدوا الشعب ما يهتم كتير باللحن، حتى يهتم إنه يصعد قلبه حتى يتحد بالخالق. هاي وظيفة الجوقة، إنها تساعدنا إحنا اللي منسمعهم نرتقي فوق. ولكن إذا انشغلتوا أنتوا فقط ترددوا الكلمات مع الجوقة ما رح تتحدوا مع ربنا، وهذا حقيقي، لأنه رح يصير بس نفسيا. ولكن دور الجوقة الروحية هي تساعدكم تنفصلوا عن الأرض حتى تحلقوا في السماء وتتحدوا مع الخالق. عشان هيك كنيستنا الأرثوذكسية فصلت ما بين الترتيل والرعية، حتى يكون الترتيل كعمل روحي يساعد المؤمن في الصعود والتحليق للاتحاد بربنا. هذا هو دور الفن البيزنطي والموسيقى البيزنطية اللي كتبوها أبائنا القديسين، مثل القديس رومانوس المرنم والقديس يوحنا الدمشقي العربي، كلهم هدول أعطونا هذا الفن حتى نتحد بالخالق ونعيش كإخوة مثل ما بترتل الكنيسة لنحبنا بعضنا بعضا يا إخوة، فلنصفح لمبغضينا عن كل شيء في القيامة حتى نوصل للمسيح ونتحد فيه. باسمكم كلكم بنشكر شوقة القديس نيقلاوس على هذا الترنيم الملائكي اللي حقيقة بيأثر في القلب. كمان بنشكر عطوفة سعادة، إن شاء الله يصير عطوفك سعادة النائب طارق خوري، ومنحب إحنا باسمكم كنا
نقدم له هاي الأيقونة كعربون محبة للخدمات، كجندي مجهول بعملها لرعية الزرقاء. أعطيك الصحة والعافية وكل سنة.